السلام عليكم أهلي وعشيرتي وعزوتي. لقد آمنا جميعا بحقنا بالشراكة والمساواة والحياة بكرامة في مدينة الكرامة رام الله، وانطلقنا بحملة انتخابية استقينا مبادئها من نهر فكر شعبنا ورؤياه، وتحسسنا جميعا هذا الأمل الكبير بتغيير واقعنا للأفضل. فكان برنامجنا الانتخابي عاكسا حقيقيا لمشاعرنا وإحساسنا بشعبنا، طموحاته واحتياجاته. برنامجنا الانتخابي يتمحور حول عدة نقاط. بالأساس صمم هذا البرنامج ليعكس واقع ما تحتاجه المدينة من خدمات، فهو بالأساس برنامج خدماتي مبني بالشراكة المجتمعية من أجل تحقيق الأفضل لسكان المدينة، حيث ننطلق من عدة مبادئ أهمها الشراكة، عدم التمييز في الخدمة، والعدالة. ندعو في برنامجنا بالأساس لتشكيل مجلس استشاري يضم كافة شرائح المجتمع من أندية ومؤسسات وفصائل، من أجل أن يكون جسما يعبر عن طموحات سكان المدينة كافة، وليكون شريكا في صناعة القرار في هذه المدينة والتخطيط من أجل استراتيجية أفضل في المستقبل. كما نركز في برنامجنا على وحدة للشكاوي تتكون من أعضاء المجلس البلدي بشكل رئيسي، وتكون مربوطة بمكتب رئيس البلدية بحيث تستقبل كافة شكاوي المواطنين، وتكون بالأساس جسما يدافع عن امتيازات المواطن في هذه المدينة، بالإضافة إلى تركيزنا على الجوانب الثقافية أو الجوانب الرياضية، حيث نعتبر رام الله مدينة في عام 2017 بدون استاد رياضي. نعتبر هذا الموضوع خط أحمر، لابد من وجود استاد رياضي ومدينة رياضية لأبنائنا ليمارسوا فيها كافة هواياتهم. وننطلق أيضا في برنامجنا بالأساس من أجل تشجيع دور المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والشراكة مع القطاع الخاص. وأيضا نركز في هذا البرنامج على موضوع رفع الضرائب الذي لم ينعكس على الخدمات التي قدمت للمواطن، ونطالب ومن هنا بأن أي رفع للضرائب يجب أن يقترن برفع الخدمة للمواطن. هذه هي بالأساس النقاط التي نعتمد عليها في برنامجنا. نحن متفائلين جدا، نثق بمواطننا في هذه المدينة، ونثق بأنه يريد التغيير، ونحمل التغيير في السياسات كشعار للمرحلة.